سحر من العراق، يا سحر. ألو. نعم يا سحر، أهلا أختي، كيفك شيخ؟ يا مرحبا. قولي يا سحر. سحر من العراق. نعم. هي قولي. أنا أولا من أصحاب الهمة، أهلا وسهلا، وأحييك وأحيي الإمارات كلهم وعلى جهودكم ويا أصحاب الهمم، وأنا أعتز إني منهم. الله يسعدك، وإحنا نعتز بك. وأشكرك شكر خاص على لفك الإسوارة اللي دعم لهم. خلاص خلصت الحين، 21/3 كانت وخلصت. إيه نعم صح، لبسناها وقالوا انه ما يجوز المشايخ للاسف، لكن هي لا باس، احنا ندعمكم. احنا ندعمكم. انا من شفته يعني انت لابسه يعني استغربت اول شيء، بعدين لا قلت لازم شيء ضروري والهام لبسه هذا الاسواره. نعم ندعمكم باذن الله ان شاء الله. لكن احب اقول لك شيء طريف، ويعني انا زهقت من سمعت هذا الشيء، وعرفت بين البعض اللي يتكلموا عنك من لبست هذا الإسوارة، يعني كيف أقولهم يعني مع احتراماتي لك صغيرة لهذا الدرجة. إيه والله. نعم نعم تفضلي خذ راحتك. في يوم من الأيام أنا جالسة يعني قبل فترة كنت جالسة أنا وابن أخويا يعني أقرب من 14 مراهق صغير. نعم. جالسين يعني نتفرج عليه، فهو شاف الإسوارة بإيدك قال شنو هذا الشيخ ملا ولابس سوارة عيب يعني مو حلو. هو بدا يضحك هيجي، قلت له اصبر خلي يطلع الفاصل وانا راح احكي لك قصة هاي الاسوارة. فورا ما طلع يعني رحت فاصل حكيت له الاسوارة وليش انت لابسها وشنو المغزى من لبسها. فاني بوقتها فكرت قلت شوف الناس اللي تحدث منهم عنهم الشيخ هم يعني عقولهم بنفس درجة مستوى تفكير هذا الولد الصبي الصغير. الله عليك الله. آه زين أكملي. أليس كذلك؟ هي نعم، بل ربما أقل أختي، أنت ربما استطعت أن تقنعيه. أنا أذكر جلست مع أحد المطاوعة قال لي لماذا تلبس الإسورة هذه في لأصحاب الهمم؟ لا يجوز. قلت أنا أشجعهم، ترى أنا أقف معهم أقول أنا كرجل دين كخطيب جامع الشيخ زايد كمدرس للتفسير القرآن أقول لهم أنا معكم متضامن معكم يا أصحاب الهمم. فقال لا ما يجوز. قلت لا تلبس الإسورة يوم تذهب للحج، ما يكتبون حملة الحج وكذا، لا تذهب لها، لا يوم تصير الألعاب، أنت يوم تلعب مع عيالك تلبس إسورة الألعاب أليس كذلك؟ فسبحان الله قبلتوها على الألعاب حتى لا يأخذ حقكم المادي، ولم تقبلوها على أصحاب الهمم أن تقفوا معهم معنوي. شفت الفرق أختي؟ صحيح. وحضرتك أنت لبست هذا الإسوارة كان تشجيع أن إحنا كل أصحاب الهمم وليس فقط للإماراتيين. الله يسعدك، إحنا نتشرف. وصلتني. الله يسعدك، أنت من العراق وصلتك الرسالة وحنا معكم. الله يسعدك يا أختي، شكرا لك. انتهى وقت البرنامج، نلتقي غدا بإذن الله، استودعكم الله.